فنان سوري نشر الأغنية السورية بالخارج على الديك وفي خيي عم بيكمل المسيرة هلا. صدقني بحكيك اللي طلع ليك الفن السوري مقسوم، في عندك فن السواحلي وعندك فن الزوري او النوري اللي هو هن الاغنية الساحلية. الساحلية صحيح. الاغنية السورية الساحلية اللي هو بغنيها وفي اللي هو من نفس المنطقة اللي ظهرها علنا واللي نشرها وروجها بطريقة سريعة وكبيرة هو علي ابو جميل. كيف تشوف حسين ما بيغني هذا اللون؟ يعني ما قرب عليها، بالعكس حسين جو رومانسي جدا ودراما. ما يعني اول ما بلش كان مبلش ب ناطر بنت المدرسة وكثير اغاني، وحتى لما تضمك عالزارة اللي هي شعبية غير ستايل رومانسي على درامي على يعني غير ستايل، فهو ما كمل. هون اللي حامل الراي كان وماشي فيها ابو جميل وفي بداياته، مش بداياته يعني وفي قديم جدا، في من الاشخاص على فكره اللي انا باصوات اللي بعشقها، يعني تقول لي مثلا صوت عالي وصوت وفيق، انا بقول لك صوت وفيق. سالتني سؤال يعني انه انا بحس حالي ميلت وفيق فنيا اكثر من هذا اللون، بيشبهك شوي. فصديقي بوجه له تحيه ابو دوريد. ف وفيق قال مؤخرا عم يلعبها صح، يعني ظهر من لون السواحلي بس بطريقه على اغاني ترند وعلى طريقه اغاني مواكبة العصر، بس طريقه ذكيه يعني. وفيق ما في للصراحه لا يملك، لانه ذكي، شخص ذكي هو اصلا.